بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور مجدي محمد علام، مدرس الغدد الصماء، مستشفى في الجامعة، جامعة اسكندرية. أحب أتكلم النهاردة عن علاقة خمول الغدة الدرقية بأعراض بأمراض القلب. إحنا عندنا الغدة الدرقية لها علاقة وصفة جدا بأمراض القلب، علاقة مباشرة وعلاقة غير مباشرة. العلاقة المباشرة، الغدة الدرقية خمولها بيأثر مباشرة على عضلة القلب، وبيأثر على استجابتها لهرمونات اللي هي مسؤولة عن تنظيم كهربة القلب. غير كده ولا كده كمان بيأثر على الشرايين والشعيرات الدموية الصغيرة بطريقة مباشرة أو بطريقة لها علاقة بأمراض الإندوكراين. بالنسبة لعلاقة الغدة الدرقية غير مباشرة عن طريق كذا حاجة. أول حاجة إن هو بيأثر على ضغط الدم. خمول الغدة الدرقية من الحاجات اللي بتعمل زيادة في ضغط الدم. غير كده ولا كده كمان بتعمل تأثير على مستوى الدهون الضارة في الدم، بيرفعها لمستويات عالية، بتأثر على أمراض الشرايين، بتعمل أمراض شرايين وبتعمل تأثير على عضلة القلب. غير كده ولا كده كمان ليه تأثير على الحركة، حركة ضربات القلب المباشرة عن طريق تغيير مستوى الأدرينالين والنور أدرينالين في الجسم واستجابة القلب ليها. والأكثر من كده كمان إن هو ليه علاقة كمان بحاجة اسمها الميتابوليك سيندروم أو متلازمة الأيض، إن هو بيزود كل الريسك فاكتورز اللي هي الأسباب المسببة لأمراض القلب والشرايين التاجية بصفة عامة. العلاج بتاع خمول الغدة الدرقية في حاجات كتير جدا بيعكسها بالدهون، وبيعكس تأثير الضار بتاع خمول الغدة الدرقية عضلة القلب، بس يتاخد بصورة مناسبة ونوصل للهدف بتاعنا من العلاج. كويس بالنسبة بقى للعلاج بتاع خمول الغدة الدرقية، العلاج بتاعه اللي هو الهرمون التعويضي اللي هو مادة الالتروكسين او مادة الثيروكسين، وفي المادة اللي هي الاكتيف فورم اللي هي المادة النشطة جدا اللي هي الثيرونين. المادتين دول هما المادتين اللي بيحسنوا وضع الغدة الدرقية، بس اللي موجود عندنا في مصر هنا هو الثيروكسين. الثيروكسين لو اخدنا الجرعة التعويضية المناسبة ليه بيحسن ضربات القلب، بيحسن كمان الاعراض بتاعة الغدة الدرقية، وعلى المستوى بعيد بيمنع باذن الله 400 امراض القلب اللي لها علاقة بالغدة الدرقية. شكرا، سلام عليكم.